وصافي اختي، وما كاينش اللي يمد لك وما كاينش اللي يعطيك والو، كل مدي في شغله وكل العائله كلهم تاعو، ما عندنا نص العائله كلش مريض، مرض السرطان مساكن مدي. ضروري خطا طبي، حيت انا في الاول كيما قطعوا عليا كيما قلت عليهم بخير، بغيت يدير لي العمليه العينيه باش يرجع لي الشوف. نشوف مشاهدي القناه المتابعين، نحن الان مباشره من منزل السيده عائشه من مدينه المحمديه. السيده اللي غادي تشوفوا معنا للاسف قدرات صحتها من غير بزاف ديال الناس، فاهم حاجه اليوم اللي غادي نهضروا عليها هي صحتها. اليوم كتلقى راسها لا صحه لا فلوس لا خدمه لا عوين لا عائله لا حتى شي واحد. قبل ما غادي نشرح لكم بزاف من المعاناه ديال هاد السيده هذه، فانا كنفضل انها تهضر معكم هي مباشره وتعاود لكم اشنو وقع وكيفاش توصلت لهذه المرحله. سيده عائشه مرحبا بك. قبل ما نقول لك مرحبا بك، غنقول للمشاهدين انها راه ما كتشوفش، دونك هذه اول حاجه بغينا نبينوها اليوم. سيده عائشه مرحبا بك. بارك الله فيك اختي. تهضري شويه بجد باش المستمعين كلهم يسمعوا. بارك الله فيك اختي. السلام عليكم، انا سميتني عائشه. دموعك غاليين، حنا اليوم المغاربه كاملين غادي يدعوا معك، كلشي غادي يعاونك. انت اليوم كتهضري مع خوتك. انا كنت خدامه الحمد لله، ما خاصاني حتى شي حاجه، ولكن الظروف غدرت بيا، ما عرفتش ما فهمت والو. المهم كنت ما حاسه ما دارنا، ضرتني رجليا، مشيت للطبيب باش يشوفها وداكشي، قال لي ضروري خاص رجلك تقطع. قبل ما ندوزو رجلك تقطع، شنو المرض اللي غادي كنتي خدامه بخير، كيفاش غتوصلي لهاد المأساة هادي؟ شنو السبب، شنو المرض؟ انا عندي السكر. دونك كنتي كداوي على السكر بين ليله وضحاها، كتلقى ان الرجل خاصها تقطع. مي مشيت دوزت داكشي، قال لي ضروري خاص رجلك تقطع. انا ما بغيتش نقطعها، حاولت بقيت معاهم بزاف ندير معاهم، ولكن قال لك لا ضروري خصك تقطعها، حيت لما قطعش هذاك الميكروب طلع ليا بزاف. صافي قطعوا ليا رجليا، واخا قطعوها ما قطعاش ليا مزيان، بقى عندي العيب ديما خارج ليا داك العظم. واخا واحد الناس صابوا ليا رجيله، الله يكثر خيرهم، الله يجازيهم بخير، ما نساش خيرهم، ولكن بقى عندي داك العظم ديما خارج ليا، ديما فيما تلبس الصباط تيتحك ليا داك الرجل، وديما مقيح عليا وديما ضاران. رجعتي عند نفس الطبيب؟ رجعت عند نفس الطبيب، فيما ترجمت يديروا معايا والو. يقدروا يحسبوا خطا طبي؟ ضروري خطا طبي، حيت انا في الاول كيما قطعوا عليا كيما قلتها لهم، قلت لهم انا رجلي ما مقطوعاش مزيان، قال لي انت غتعرفي احسن منك، قلت لهم انا قلتها لكم، قلت لكم رجلي ما مقطوعاش مزيان، وبصح نيت مي مشيت بغيت نصوب الصباط، السيده اللي صابت لي الصباط وداكشي الله يجازيها بخير، السيد اللي غيصوب لي قال لي رجلك خاصها تعاود في العمليه، حيت العمليه ما مقادش العظم باقي خارج، ما مقادش لك العظم مزيان. وباش تعاودي هاد العمليه وتصايب العظم ضروري خاصك ضروري ولا حتى في المخزن كاين؟ انا ما عنديش مشكل. لا زعما واش في المخزن كاين الحل وهما ما داروا معاك حتى شي؟ ما داروا معايا والو، في مثلا مشيت يقولوا لي رجلك مزيان، رجلك ما فيها حتى شي حاجه، رجلك مزيان، ولكن انا اللي حاسه وكتبقى تقيح. مقيحه لي ديما، دايزه راس الصباط راه ديما نبدل، نبدل في داك الشيء ونحيد، نبدل ونحيد، وباقي داك الشيء هو هو. شحال دابا ديال الوقت باش قطعتي الرجيله؟ دابا عامين عندي، قطعت هذاك رمضان وهاد رمضان، عندي عامين وش حاجه. دابا عامين وانت كتعاني نفس المعاناه؟ مزوجه عندك شي وليدات مطلقه؟ عندي بنيه طلقه بها. ما كاينش العوين؟ ما لا، انا بنتي عزيزه باقا صغيره، ما مربا ما عاوني حتى بربع دريال ديال الاخر، كانوا معاونين الوالدين وحد المهمه الله يكثر خير، الله يرحمها مسكينه ولا برحمه الله، هي اللي كانت معاوناني مسكينه وداك الشيء، مي ما تسمي صافي ما بقى حتى شي واحد اللي تيعاونني لا والو، خاصني نعري على كتافي، الا بغيت نجيب شي حاجه نعري على كتافي. هي باقا كتقرا؟ لا ما تتقراش. دونك باقا انت لحد الان عندك مسؤوليه ديال راسك وعاد ديال بنتك. باش ما تخرجش للطريق، باش انك تبقاي حاضيه وحاضنه. ضروري. وبالنسبه للشوف، انا عرفت بانك ما كتشوفيش نهائيا. مشى لي اختي الشوف، ما عرفت ما فهمت والو، مشى لي الشوف. من مشيت دوزت مشيت للكلينيك ديال الوزيز ديال النور، قال لي ضروري عندك عمليه، عندي الوراق، عندي كل شيء ديال العمليه وكل شيء. انا ما تنطالب والو، تنطالب غير بغيت على اللي يساعدني في العمليه ويساعدني في رجليا باش ما يبقاش ليا هذا الميكروب تيطلع ليهم صقع ثاني قاطع شي حاجه اخرى ثاني، انا ما بقيتش قديت على السبيطار ما نكذبش عليك. العمليه بشحال طلبوا لك الثمن ديال العمليه؟ عندي مليون ونص، عندي الوراق، عندي كل شيء، هذه عين وحده فيها جوج عمليات، من غير هذه على قوه الله. على قوه الله. دابا شنو الطلب ديالك للمشاهدين؟ انا تنطلب من خوتي
يشوفوا من حالي ويرحموني، بغيت يرجع لي ضوء عويناتي تنوصل بنتي. ما طلبت منهم والو، حاجه وحده تكلفوا لي بالعمليه، الله يكثر خيرهم الله يجازيهم بخير. انا جيت وشفتك ساكنه بوحدك. بوحدي اختي، ما كان اللي طيب ليا، ما كان اللي مد ليا، ما كان اللي عطيني. ما كاينينش جمعيات كيتعاونوا معاك والو اختي. لحني الله رحيم والو، حيت حنا كنعرفوا ان كاين بزاف ديال الجمعيات والو اختي كيقدروا يجيو يتعاونوا معاك، واخا غير بالتقضيه، واخا غير كاين جمعيات الاول يكذب عليك كادم. واحد الناس الله يكثر خيرهم، واحد السيده الله يجازيها بخير ما نساش خيرها، جات وصوبت لي الشرجم حيت ما كانش عندي الشرجم، صوبته ليا وصبغت ليا، دوزت ليا واحد الصبيغه وصوبت ليا طواليط. كانت عندي طواليطه عاديه، انا كنت حاجه كنبركع على طاسه، ما كاينش ما نقدرش ما رجليا، صوبت ليا كلشي مسكينه وصوبت ليا الطواليط الله يجازيها بخير ما نساش خيرها. وصافي اختي، وما كاينش اللي يمد لك وما كاينش اللي يعطيك والو، كل مديف شغله وكل العائله كلهم تا هما، عندنا نصف العائله كلش مريض مرض السرطان مساكن مديين معاهم، ما كاينش اللي غيشوفك ولا غيدير، تا هما مديين الله يحسن العوان. ولكن متى تجي فكره متعقل عليك حتى واحد؟ شحال عندك من سنه اليوم؟ انا زايده في 75، زايده في المسيره. طول العمر ان شاء الله. الطلب ديالك الاخير والرساله، قبل ما نقولوا الطلب غنقول شنو هي الرساله ديالك اليوم لكل ام مغربيه كتشوف فيك. انا تنطلب من خوتي يساعدوني خارج الوطن وداخل الوطن، الله يجازيهم بخير. بغيت يديروا لي العمليه العينيه باش يرجع لي الشوف نشوف، ورجليه ما تبقاش عدايزه، كرهت راسي، انا كرهت راسي برجليه. بحال عفتي راسي؟ عفت راسي بزاف. يلا تهنيت، قلت قطعت رجليه وخسبرت وقطعت رجليه، وقلت تهنيت من الخنز، ولكن باقي رجع لي نفس ثاني نفس هذا باركه، وراس الصباط راه هو قلبتي دابا تلقيه عامره بالشيح والخزام وداكشي، باش ما تبقاش عاطي الريحه ديال الخنز. كرهت راسي، كرهت راسي. انا كل ما كانتش عندي مسؤوليه ديال بنتي اقسم بالله العظيم نموت، غادي نموت حسن ليا من القايشه. اعوذ بالله من الشيطان. بالعكس طول العمر ان شاء الله اليوم كتهضري مع خوتك المغاربه، ورسالتك كتكون واصله للعديد من المغاربه. فقبل من نقولوا ان اليوم الصحه ولينا كنشوفوا اهم من كل شيء، بغيت الرساله ديالك لكل واحد، وسيرتو هاد تبارك الله هاد الوليدات اللي طالعين اللي باغيين كيشوفوا دابا غير هادشي ديال السوشيال ميديا وفيسبوك وشي باغي يبان على شي، شنو نصيحتك ليهم اليوم على الصحه بالضبط؟ والله يسهل عليهم والله يعاونهم ويتهلاو في ريوسهم. الصحيحه هي كل شيء، الصحيحه هي اهم حاجه، والعوينات شي مازال تمشي لك رجلك وتصبري، ديري رجيله وتنوري تنقلي منها كل كلك، لا مشى لك الشوف ديال عويناتك راه ما يبقى عندك والو، حيت النور ديال عويناتك هو باش تمشي باش تشوفي. باش انا شي حاجه ما تنشوفهاش، نعفس على شحال من حاجه، تندوز على شحال، وليت نحبو بحال الدري الصغير باش نتم غادا على ديك الحاجه اللي غادا، لا باش ما ندير غزال، ملي كنت نشوف شويه بعويناتي كنت ندير رجيله ونتنقل وداكشي ونخرج نبرك حدا الباب، ولا دوز شي واحد يقول لي كدايره عايشه، تنقول له ما عرفتوش شكون هذاك اللي قال لي، تقول لي هذاك راه جارك ولا هذاك، تنقول لي راه ما عرفتوش. كي دوزتي العيد كمان؟ ما عيطتش. لا حلاوه العيد والو، ما طازه ليا على حتى حاجه غير عوينات، بغا عوينات. حتى الصباح جاو داوني دار ختي قلت لهم لا خليوني، قال لك لا والو نخليوكش يلا عيدي معانا بركي معانا، انت مولفه ديما تبركي معانا وديري، ولكن مولفه نعيد ونطلع عندهم وداكشي، ولكن دابا 3 سنين ما تنعيدش، ما عنديش مشكل الحمد لله على كل حال، ما عنديش مشكل. كيف ما قلنا مشاهدي الكرام، فاليوم عائشه فهي ام لكل مغربي ومغربيه سواء داخل او خارج الوطن. كيف كتشوفوا صحيحه هي كل شيء، مشات رجيله اليوم هي ام لواحد الكتكوته حتى هي يلا كتكبر فيها، وخاصها توقفها كيف كل ام وفي كل عائله مغربيه خاصها توقفها وتوصلها لاحسن المناصب. كنتمنى ان الرساله ديال عائشه تكون وصلاتكم، واي واحد بغى يساعد السيده فهي اليوم راه ماشي غير مغربيه وصافي، هي اليوم غير انها مغربيه فهي ام، كنعاود نقولها فهي ام لكل مغربي ولكل مغربيه، هي مهمتنا اليوم اللي غنقدروا نتعاونوا معها. رقم التليفون ديالها غادي يكون على الفيديو، اللي بغى يتصل بها في الاتصال غادي يكون مباشر بالسيده عائشه.